دكتور، هناك دعوات يمينية متطرفة دائما لاقتحام المسجد الأقصى، هذه الدعوات يعني تكون بشكل يومي هذه الأيام، وهناك أحاديث كذلك عن قرب ذبح البقرة الحمراء. ما هي المخاطر الحالية والمرتقبة في المسجد الأقصى وفي القدس دكتور؟ لابد من التوضيح والتأكيد أن كل إجراء يقوم به الاحتلال يصب في محاولات الهيمنة والسيطرة على الأقصى المبارك، وأن هذه الاقتحامات هي تمثل عدوان على الأقصى وانتهاك لحرمة الأقصى، ولن يزيدهم أي حق ولن يعطيهم أي حق في الأقصى من خلال هذه الاقتحامات العدوانية التي تتم بحراسة مشددة، لا نلاحظ أي اقتحام أصلا يتم بدون حراسة، أو ولا يجرؤ أي مقتحم يأتي بدون حراسة، لأنهم معتدون واللعب معتدي بحاجة إلى من يحميه بالأجهزة الأمنية. وموضوع البقرة الحمراء هذه خرافاتهم هم، لا علاقة لنا بها، ولا نسمح بأن تربط هذه البقرة الحمراء التي يزعمونها بالمسجد الأقصى المبارك، فليأخذوا بقرتهم أينما شاءوا وأينما ذهبوا، ولا علاقة لنا بالأقصى، علاقتها بالأقصى المبارك.